بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. حضور الكريم، بسم الله وعلى بركة العلم والمعرفة، نفتتح هذا اللقاء المبارك ملتقى العقول ومنصة التجارب الذي يجمعنا تحت سقف الحوار البناء والنقاش الخصب. في هذا المساء نسعى إلى استشراف آفاق جديدة تتناول سوق العمل ودور الجامعات وكيفية تشكيل مستقبلنا التعليمي والمهني بأيدينا. نقف اليوم على أعتاب مرحلة مهمة نناقش فيها واقعنا ونخطط لغد أفضل. يشرفنا أن نستضيف نخبة من المتحدثين الأفاضل الذين يحملون بين طيات أوراقهم العلمية وتجاربهم المهنية العميقة إجابات ورؤى قد تساهم في رسم خارطة الطريق تواكب التطورات المتسارعة في عالمنا. بلا شك سيكون النقاش محفزا والمداخلات ستكون قيمة، وسنخرج بتوصيات نامل أن تثري المسيرة التعليمية والمهنية في وطننا الغالي البحرين. والآن دعونا نرحب بالمتحدثين الأجلاء الذين سيضيئون جلستنا بأفكارهم الثرية. عندنا طبعا ثلاث متحدثين بقدمهم لكم، وبعدين هم كل واحد فيهم بيتكلم عن البرزنتيشن ماله. أول شيء طبعا عندنا دكتور جاسم غني عن التعريف، هو رئيس International Group of AI، وبعد مستشار في مركز الشيخ ناصر، أكثر من 30 عام من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأكثر من 30 أكثر من 40 بعد الحين، صح ولا لا؟ لا مو صح. واتصالات وإدارة التغيير، قائد سابق لتكنولوجيا المعلومات في طيران الخليج بالمتنفذين، والمسؤول عن تنفيذ المشاريع والتقنيات المتقدمة. طبعا هو الدكتور جاسم خبير متخصص في الذكاء الاصطناعي، يعني قام بتأليف العديد من المنشورات حول الاستفاده من التقنيات وخاصه الذكاء الاصطناعي. حصل على اكثر من 40 جائزه مرموقه بما في ذلك 15 جائزه شرفيه متميزه كمدير لتكنولوجيا المعلومات. شغل مناصب في مجالس ادارات كثيره منها سيتا والضيافه والسياحه في الشرق الاوسط. طبعا المحاضره مع الدكتور جاسم بتكون هي خارطه الطريق الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين. فمعظم التوبكس الموجودة داخل الموضوعات كلها تتعلق بالبحرين والأشياء الموجودة داخل البحرين وكيف نقدر نستفيد من الذكاء الاصطناعي في مملكة البحرين. المتحدثة الثانية بتكون عندنا دكتورة وسن عواد، هي عميدة كلية تكنولوجيا المعلومات بالجامعة الأهلية، هي رئيسة تحرير المجلة الدولية لآثار التكنولوجيا المتقدمة، وهي مؤسس ورئيس فرع IEEE SSIT البحرين. عاد بحرين قولينا شنو هذه. دكتور وسن بتقدم لنا محاضرة بعنوان الذكاء الاصطناعي ودور الجامعات وفعاليته في المجتمع. آخر متحدث بيكون ويانا دكتور علي السيد، دكتوراه في الهندسة الإلكترونية والكهربائية جامعة أدنبرا المملكة المتحدة. نال الدكتور علي درجة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية والكهربائية من جامعة غلاسكو في 2007، وأكمل درجة الماجستير في الهندسة الإلكترونية والكهربائية بعد في جامعة غلاسكو في 2008. في 2015 نال درجة الدكتوراه من جامعة إدنبرغ لقاء أطروحته Dynamic Partial Reconfiguration Management of High Performance and Reliability and PFGAS. قلنا بعد شنو PFGAS؟ بتشمل اهتمامات البحثية الحوسبة القابلة لإعادة التشكيل، الاعتماد واحتمال الخطأ، أمن الأعتاد والتنقيب في البيانات. عنوان محاضرتي بتكون تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هو يسمونه جينيريتيف اي اي في التعليم بريدكيشن. تمام. والان رحبوا معي المتحدث الاول الدكتور جاسم في عنوان محاضرته خارطه الطريق الذكاء الاصطناعي في مملكه البحرين. دكتور جاسم، يو هاف ذا فلور. شكرا لصالح المحاضر الكرام. طبعا اول شيء اشكرك، وانا احاول ان قيس الوقت بس 15 minutes، يعني اذا تعطيني الثلاث دقائق او دقيقتين قبل الانتهاء. 15 minutes كل متحدث، قبل 3 minutes I'll let you know. تمام. طبعا اليوم راح اتكلم عن الذكاء الاصطناعي في مملكه البحرين، لان اعتقد هاي يهمنا احنا كبحرينيين وك مجتمع، وين رايحين، شنو الجيل القادم راح يقدم لنا، وشنو انجازاتنا، وشنو خارطة الطريق لمملكة البحرين. طبعا
احنا نسمع عن الذكاء الصناعي على مستوى الدولي، لكن قبل ما اتكلم عن مستقبل الذكاء الصناعي وانجازاتنا، خلينا نرجع شوي الى تاريخ الذكاء الاصطناعي في البحرين. وقبل ذلك اتكلم عن تاريخ الذكاء الاصطناعي بشكل عام. طبعا تعرفون كلكم العالم العربي القدير الشيخ محمد بن موسى الخوارزمي. الأمريكان يدعون أن الذكاء الصناعي من صناعتهم في 1956. جون مكارثي طلع في 56 قال أنا أبو الذكاء الاصطناعي. طبعاً وما قادر يطور في الموضوع لأنه كان عندهم آليات محدودة لكي يطورون في نفسهم. إحنا قاعدين نخالفهم في هالشيء، لأن الذكاء الاصطناعي مبني على الخوارزميات، والأخوة بيتكلمون عن الخوارزميات وأنواع الخوارزميات. لكن إذا نرجع لموضوع الخوارزميات، نشوف إن قبل 1300 سنة تحديداً في 782 هجري ل 840 العالم العربي الخوارزمي هو اللي اكتشف الخوارزميات. وأساس إذا نطلع الخوارزميات في كتب الخوارزمي ونقارنهم بما يستخدم اليوم، ما في فرق شاسع بينه وبين الحين. لذلك الإثبات أن الخوارزميات أو الذكاء الاصطناعي اللي مبني على الخوارزميات بشكل أساسي من صناعة العرب قبل 1300 سنة. طبعا في وقت كان يوجد في بغداد في عصر هارون الرشيد، كانوا يسمونه دار، أعتقد دار الحكمة إذا أنا مو بغلطان بالتسمية، وهاي كان محل للعلماء لكي يدربون الطلبة ومختبر لهم، الحين يسمونه لابراتوريز. ففي هالفترة كان يقدم اختراعاته في الذكاء الاصطناعي وغيره. طبعا نفس السبب اللي حصل لجون مكارثي كان له نفس الدور للخوارزمي، عدم وجود يمكن الآلية في وقته. يعني كان يعطي الطلبة أن يسوون الخوارزميات، يأخذ منهم 3 أشهر يقعدون يسوون شيء اللي احنا ممكن اليوم نسويه في نص دقيقة. فحبيت بس أعطيكم فكرة عن تاريخ الذكاء الاصطناعي وليش احنا ندعي أن هاي شيء أساس مالهم بدأ من الدول العربية ومن ثم انتقل. أنا مرة كنت في أذربيجان أتكلم نفس المحاضرة، طلع لي واحد وزير في حكومة الأوزبكية وقال لي لا الخوارزمي مو لكم، قال لنا كان آخر شيء قبره صاير عندنا، قلت القبور مشكلة حين ندور عليها وننبش. قلت يعني أوكي، الحين ما دام أنا قلت ذكاء اصطناعي أنت قلت صار عندنا، قبل ما كنت أتكلم عنه. يعني ايضا نرجع شوي في التاريخ ونتكلم عن التقنيات في البحرين. نعتقد هالاشياء مهمه جدا، لان احنا قاعدين ننظر الى الغرب اللي هم بدوا في التقنيات بدون رجوع لتاريخنا احنا. المغفور له سلمان بن حمد الاول، الشيخ سلمان بن حمد، عند اكتشاف النفط عقب 6 سنوات في 1940. أستاذ عادل 34 كان النفط صح؟ لا 32 النفط. 32 فقول 8 سنوات عقب بوسيف. فأمر من شركة IBM في وقته أن يبون كمبيوتر من أمريكا، خذ يمكن 3 أشهر في المركب لين يوصلون هنا، ولحين الشهادة موجودة في متحف بابكو. وتصوروا في 1940 كان عندنا أول جهاز. طبعاً لا تقولوا لي الكاباسيتي كم كان، وذي شيء يمكن كيلو صح أبو سعد؟ ما أدري لحقت عليه ولا لا، بس في هالموقع نشوف في وقت ولا دولة عربية ولا دولة في الشرق الأوسط بل في آسيا كان عندهم أي نوع من اطلاع على أجهزة الآلية أو الكمبيوترز بما نسميه اليوم.
أيضا نرجع لشيء آخر، يعني أول اليوم نتكلم عن جايتكس، أكبر معرض في الشرق الأوسط في دبي، ونفتخر فيه، بدأت 1986-87 يمكن. احنا في 1977 مغفور له ايضا الشيخ عيسى بن سلمان، وهذا الشخص الاجنبي قال لي بشخص قبل ما يموت، كان شخص مسن في انجليزي، قال لي يعني، وقال لي سوى اول معرض في كمبيوتر في البحرين. لذلك شارع المعارض يسمى اليوم شارع المعارض، كان على تسميتها اللي قريب منكم دكتوره، تسميه على اول معرض للكمبيوتر في البحرين في 77. وايضا عندنا الاتصالات اللي كانت بحرين سابقه فيها، والتوزيع للبرامج التلفزيونيه كان صار من البحرين للدول المجاوره في السعوديه في الظهران والدمام. تاريخ حافل من التقنيات والابتكار في البحرين، مع الاسف مو مؤرخ او مو مشتغل عليه. لذلك انا قاعد اركز دي، ليش؟ لان احنا مبدعين وبادين في كل الاشياء، لذلك امور مثل الذكاء الاصطناعي وغيره لا يكون شيء يعني غريب علينا. طبعا كمبادرات وطنيه احنا في مملكه البحرين بدنا مع مجموعه من ضمنهم الاخ مدير الجلسات في 2017 بانشاء اول جمعيه ومبادرات في الذكاء الاصطناعي، في وقت ما كان في دول الخليج أساسا يتكلمون عن الذكاء الاصطناعي. ومن ثم كان لنا شرف رؤية من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تأسيس أول مركز للذكاء الاصطناعي في البحرين قبل 3 سنوات تقريبا، أو 2 شهر على أساس أكون دقيق، اللي هو رئيس مجلس أمناء، ولنا الشرف أن أكون أدير المركز دي برؤية سمو الشيخ، بوجود مبتكرين وابتكار عيادة بحرينية في هالمركز، وانطلاق من البحرين إلى الخليج. إذا احنا نطالع مرة ثانية في الدول الخليج وفي آسيا، أعتقد لا توجد دولة، أنا أحتاج 5 minutes لا 5 اكسترا ما تكلمت، بس مهم ان نتكلم عن دور البحرين وليش احنا قاعدين نسوي هالشيء. تصوروا كل التقنيات المتواجده اليوم في السعوديه في الامارات في الدول اللي يعني قاعدين نتكلم عن عشرات المليارات، العدد الاجمالي اكثر من 300 مليار، هم من صناعه من شركات الكبرى، قاعد نتكلم جوجل ومايكروسوفت، بس وين قاعد يصير البرمجيات او التطوير؟ مو في امريكا. تستغربون ان قاعد يصير هالاشياء في رومانيا، في استونيا، مونتفيديو اذا تعرفون اوروغواي، في دول شرق اسيا، في ماليزيا، في تايلاندا، طبعا جزء كبير من الهند. الدلال اللي يستخدمونهم ليش؟ لان عندهم البنيه التحتيه وعندهم مبتكرين وعندهم كوست اوف ليفنج يعني نازل. لذلك يعني طب احنا عندنا نفس المقومات، واحنا اولى بالتطور اللي قاعد يصير وبالفرص اللي تتواجد اليوم. اذا طالعون مدينه انترنت في دبي، انترنت سيتي، تعرفون عنها انترنت سيتي دبي، فوق 20,000 شخص يشتغلون هناك، بين 20,000 إلى 30,000. طيب ذلين كلهم يشتغلون في شنو؟ يشغلهم في التكنولوجيا، كلهم في المبيعات والتسويق، يعني ما في شخص واحد يطور هناك، والتطوير صار من الخارج في المنطقة. لذلك احنا نقول البحرين لها المقومات بالكوادر الوطنية في الجامعات انه يكون له دور اساسي، دور محوري، لكي يكون الدولة أو المحل الوحيد للمبتكرين لكي نقدر نصدر ذكاء اصطناعي للدول المجاورة، لأن ما أعتقد سوق البحريني يكفي لنا على أساس إحنا نكون نوظف مثلاً. إحنا أملنا نوصل بالمئات
700 و800 يكونون في هالمركز مو بالعشرات لكي نقدر نستوعب هالشيء نوفق لللاينز. اللاينز مدينة نيوم كانوا بيسوونه على 300 ميل تصوروا. قبل يومين صاحب الملكي محمد بن سلمان أمرهم من 300 يسوونه 900 ميل. يعني أنت تصوروا فيها. وكان الهدف الأساسي أن 1,000,000 شخص يعيشون، الحين بيصيرون 3 ملايين شخص في هالمنطقة على بحر الأحمر وتبوك. أقول لكم هالأشياء على أساس نركز على ليش إحنا كذكاء اصطناعي وفي مركز سمو شيخ ناصر، وهاي الأشياء اللي عملنا عليه وقاعد لازال نعمل وناخذ الطلبة البحرينيين والبحرينيات وهم يكونون السند، ونحاول إن في أقل التقدير إن السوق البحريني في ذكاء الاصطناعي يكون من منتجات البحرينيين. وهي طبعاً أكبر مركز في البحرين مع دعم الشيخ والقيادات. طبعاً إحنا ركزنا في البداية على موضوع صناعة النفط والغاز، لأن أيضاً سموه هو رئيس النفط والغاز في مملكة البحرين، وأيضاً نروح على تطبيقات اللي عندنا في عدة جهات. مثلاً عندنا الشات بوت اللي يسمونه دردشة الروبوتية مطبقة من البحرين. لا تنسون هني شيء أساسي، أن كل التطبيقات اللي قاعدين نأخذهم من خارج البحرين ونطبقهم في مؤسساتنا، وكنا مع الدكاترة قبل شوي على حديث أن وين التطبيقات قاعدين من الجامعات في المؤسسات. أنا ما شفت أي تطبيق بحريني في أي محل. يأخذونهم من الجامعات يطلعون يستأنسون فيهم، طالب يأخذ شهادة والجامعات يصفقون لهم، ويوم ثاني the day after خلاص hangover is done they go home انسوا الأشياء سويته. لا، إحنا نبي شيء آخر في هالمجال. التطبيقات العالمية ما يلبون أكثر من 30% من متطلبات السوق أو متطلبات المؤسسات، لأنهم مو مسوين على قياسك، مسوين على قياس شركات كبرى. أنت تروحون لأوراكل، الأوراكل خبير في الأوراكل، تعرف أن أوراكل يعطونك شيء جزئي، أشياء ثانية لازم تشتغل عليها. اشتغلنا على الروبوتات للموارد البشرية، شلون يصير المقابلات، شلون يصير اختيارات للموظفين بدون تحيز عن طريق الذكاء الاصطناعي. يعني طبعا ما بذكر الجهات اللي يمكن سرية في المعلومات يعني، بس بشكل عام قاعدين نشتغل على مع أكثر من 8 جهة حكومية أو وزارة أو شركات كبرى في هالموضوع، أكثر من 65 مشروع ضخم في نفس الوقت. أنا قاعد أتكلم عن اليوم، وعدد كبير منهم تم تنفيذهم في الجهات في أتمتة الإدارة المالية والعقود. يعني تصور اليوم الجهات اللي كانوا يسوون تدقيق، التدقيق يأخذ له يمكن 4-5 أشهر، اليوم مع الذكاء الاصطناعي ويا الأوسياز ويا الكمباريزون والكونتراكت بين الكونتراكت والإنفويس قاعدين نزلنا له 3 دقائق، من 4 أشهر لثلاث دقائق. كانوا يأخذون سامبلينج 5%، تدرون في التدقيق ما أدري المشتغلين يدرون التدقيق ما تقدر تسوي على كل البنود على كل العقود، لازم تأخذون يعني سامبل بسيط. الحين بنوصلهم ل 90%، فبتشوفون يعني أكثر من الإدارات في نفس الشيء. في التدقيق تكلمنا في المستندات البلوك تشينز أيضا. يعني أنا سعاد يأسفني أنا أشوف جهات خارجية قاعدين يطبقونهم إدارات عليا بدون درك أو الاستفادة منهم، وما بعد ذلك شنو ال وين بيروحون لمتى هم بيقعدون يساندونا في هالمواضيع. مثلا من الأشياء اللي مسوينهم لغة الإشارة، واليوم كنا نتكلم مع الأخوة في بعض المحطات أن نقدم أول وإحنا اللي نعمل شيء بشكل دعاية لأن ورانا ناس يحاسبونا، أول مذيع أو مذيعة
هم دائما يقولون مذيع ما يبون يسمعون اسم مذيع. اوكي مذيع روبوتية تقدم اخبار، يعني تاخذ على اللارج لانجويج مودلز يفصل الاخبار المتواجده الحديثه، بيسوي تقرير في نفس الوقت يقدم نشر الاخباريه. طبعا جربوها قناه الجزيره والتلفزيون الكويت، بس كان على فتره بسيطه ونسوها ولعدم الدقه ردوا مره ثانيه. فطبعا حتى هاي في مجالس الشورى وأماكن ثانية. أيضا احنا في صدد عندنا تحديات إنشاء أول على أساس سهل جنريتيف اي اي للدكتور بيتكلم عنه لارج لانجويج موديل في البحرين، بيكون تشات جي بي تي البحرين، بحيث أن المعلومات المتوفرة تكون تخص للبحرين. يعني أنت اللي تروحون على أي بارد أو تشات جي بي تي أو غيره مدرب على معلومات في أمريكا في دول ثانية، فالمعلومات اللي تأخذونهم مو مختص لكم. فنحاول نسوي شيء، ونكون أول دولة عربية بتقوم بالإنجاز والابتكار في النفط والغاز. عملنا كثير من الأشياء في الصيانة وفي ما يتعلق بالألمنيوم، في ألمنيوم صهر ألبا من أكبر مشاريع قاعدين نقدمهم أو فيها توصيات. مس حوكمة عندي بخلص الحوكمة أيضا جدا مهمة بالنسبة لمملكة البحرين، لأن هاي مهم للمستمعين يعرفون أن أعطون بعدي مشكلة أساس يكون مساواة. الحوكمة أن أي شيء قاعدين نسويه يجب علينا أن نتأكد أن ما في تحيز، ما في أضرار، في قواعد ثابتة في هالشيء. لذلك قاعدين نشتغل على حوكمة في الصحة، يعني شلون إذا بنجيب هالأشياء من بيكون مسؤول؟ إذا الدكتور استخدم هل المبرمج أو الطبيب؟ إذا رحنا في مجال مثلا تعليم مثل هالجامعات مسؤولين؟ هل قاعدين يدرسونهم عدل؟ هل قاعدين؟ فالحوكمة بالنسبة لنا شيء جدا مهم، ومثل ما قلنا في مملكة البحرين قاعدين نوثق هالأشياء مع نهرة والأمور الثانية. هل الجهات اللي قاعدين نشتغل عليهم في 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 أمور كثيرة، يعني كل جهة لهم تشريعاتهم الخاصة، أكثر من فوق 50 صفحة من التشريعات قاعدين نشتغل عليهم. وفي أمن السبراني أيضا جدا مهم، لأن خروقات المستقبلية كان يصير عن طريق الذكاء الصناعي ولا المجرمين في هالموضوع. شكرا على الاستماع، وإن شاء الله بعد ما نتكلم في اي سؤال. سوري تراني طلعت. انا اتذكر يوم بدينا مع دكتور جاسم 2017 18 كنا بنأسس جمعيه الذكاء الاصطناعي، كنا اول دوله مو في الخليج، في الميدل ايست يمكن، او منطقه ريجن كامل. بس يعني كانت في بعض العواقب انه ما شاف المشروع النور. فاحنا البحرين هني من اوائل اللي قدمنا في هالمجال، مجال الذكاء الاصطناعي. بس ان شاء الله بعد الامور جايه والاشياء بتكون افضل وافضل. احنا عندنا مع دكتور وسن عواد عنوان محاضرته الذكاء الاصطناعي ودور الجامعات وفعاليته في المجتمع. نرحب في دكتور وسن عواد. شكرا جزيلا. السلام عليكم. راح اتكلم اليوم عن الذكاء الاصطناعي بشكل مختصر، بعدين تأثير على سوق العمل ودور الجامعات. مثل ما تعرفون هناك عدة تعريف للذكاء الاصطناعي، أحاول أحطه بشكل مبسط. إنه الذكاء الاصطناعي هو علم، ويوفر مجموعة من التقنيات من أجل جعل الكمبيوتر يتصرف بطريقة ذكية مماثلة لتصرف الإنسان. وهناك عدة تطبيقات للذكاء الاصطناعي مثل ما تفضل في أستاذ جاسم أو دكتور جاسم، وكذلك هناك عدة تقنيات للذكاء الاصطناعي مثل شبكات التعليم العصبانية للنيورال نتورك اللي تحاكي دماغ الإنسان، هناك Natural Language Understanding أو معالجة اللغة الطبيعية، رؤية الكمبيوتر أو الكمبيوتر فيجن، الذكاء الاصطناعي المولد،
وناتشرال لانجويج اندرستاندينج او التعرف على الكلام، وفي تقنيات اخرى كثيره ومستمره في اشياء جديده كل فتره نشوف. مثل اخر شيء شفنا الاي اي تشات بوتس. الذكاء الاصطناعي قديم وليس جديد، مثل ما تفضل الدكتور جاسم بالخمسينات، بدايه الخمسينات ظهر، وفعلا الخوارزمي كان من اول الناس اللي تطرق اليه، لكن كان عباره عن خوارزميه، تعريف الخوارزميه. بعدين بريطانيا العالم تورينج ألن اللي هو اول ما تطرق للذكاء الاصطناعي، فهو بدايه الخمسينات وتطور على مدى كل هالسنين. لكن لماذا الان؟ ليش الان الكل تحكي في الذكاء الاصطناعي؟ يعني بالسنوات الاخيره شفتوا صار ترند، صح؟ كل الناس تقول ذكاء اصطناعي الاي اي. اتوقع واتصور انه في سببين لهذا الشيء. اول شيء شده التنافس في الاعمال والحاجه للسرعه في اتخاذ القرارات. اثنين التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. مثل ما تعرفون وتيره الحياه زادت سرعتها والتنافس صار شديد جدا، وصار لابد من اتخاذ قرارات سريعة وصحيحة بناء على بيانات ضخمة. التقنيات الحديثة اللي نعرفها احنا في الكمبيوتر ساينس ما ممكن تستخدم في حل مثل هذا النوع من المشاكل، ربما تكون بطيئة، ربما تأخذ أيام. عفوا. فلذلك كان لابد من تقنيات أخرى لحل هذه المشاكل بحيث تساعدنا بتطور الأعمال، باتخاذ القرارات بسرعة كبيرة، معالجة البيانات الضخمة. فصارت الحاجة أكثر للذكاء الاصطناعي، لأنه شفنا كباحثين أنه هذه الخوارزميات أثبتت فعالياتها أكثر من التقنيات التقليدية العادية. نمبر 2 اللي هي التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. صراحة الذكاء الاصطناعي أثبت نفسه، أثبت فعاليته في حل المشاكل اللي تعتبر ومثبتة علمياً إن مشاكل لا ممكن أن تحل في بالكمبيوتر. دور الجامعات طبعاً أكيد مثل ما تعرفون الجامعات له دور كبير في تلبية متطلبات سوق العمل وفي تطور سوق العمل. مثل انه نعرف احنا هم الباحثين والعلماء هم اللي يسهمون في تطور سوق العمل وامداده بالخبرات العلميه اللي تسهم في تطور البلد. هذه موجوده في الجامعات وفي مراكز البحوث، ولكن يجب ان نعلم انه هناك طريقتين لتعليم الذكاء الاصطناعي. في الطريقه البسيطه اللي هي تعليم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهذه ليس لتخصصات، يعني التخصصات غير تخصصات التكنولوجيا المعلومات والعلوم الحاسب إلى آخره. هذه التخصصات الأخرى المستفيدة من الذكاء الاصطناعي، فممكن ندخل عليهم المناهج لتعلمهم كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي، ما هي الأدوات، نعلمهم كيفية استخدام هذه الأدوات ومتى تستخدم. لكن بالنسبة للتخصصات تكنولوجيا المعلومات والعلوم الحاسوب لا، الموضوع يختلف، لازم يجب دراسة الموضوع بطريقة عميقة جدا، ولا مو كورس واحد أو مادة واحدة تكفي. فلازم نبدي بالأساس النظري والرياضي للذكاء الاصطناعي، مثلا احنا الكورس نسميه رياضيات متقطعة. بعدين في عندنا الهياكل البيانات، لازم ندرس الطلاب الخوارزميات كيفية اقتراح حل لمشكلة معينة، كيفية تصميم هذه الخوارزميات. البرمجة أكيد احنا نحتاج إلى تنفيذ هذه الخوارزميات بكتابة برامج كفوءة وليست أي برنامج. بعدين مقاييس الجودة، مو كل برنامج قال هذا برنامج، ولا كل كمبيوتر سوليوشن او حل قالوا هذا حل، لا، في مقاييس معينه يجب ان ناخذها بنظر الاعتبار عند تصميم اي برنامج او نظام ذكاء او نظام عادي. بالاخير احنا لازم نعلم الطلاب المبادئ ونظريات الذكاء الاصطناعي وكذلك تقنياته، خوارزمياته الى اخره، ممكن نطبقها، ممكن نطورها في المستقبل. فلذلك يجب مراعاة البرامج اللي تقدم في الجامعات.
مشاريعنا. مثل ما تفضل الدكتور جاسم في مشاريع كثيرة في الجامعات. احنا بصراحة مو بسبب هدف الدعاية، بس كون يعني من خبرتي في كلية تكنولوجيا المعلومات في الجامعة الأهلية، نولي الذكاء الاصطناعي اهتمام كبير، وعندنا برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، واغلب مشاريعنا هي تطبق الذكاء الاصطناعي، لان مثل ما قلت المشاكل الموجوده حاليا مشاكل معقده ما حيحلناها غير الذكاء الاصطناعي. وعملنا كثير تجارب وبحوث في هذا الموضوع. هاي هنا امثله، يا ريت لو تشوفها. امثله على الذكاء الاصطناعي، أثر على برامج الطبق، على مشاريع الذكاء الاصطناعي على مستوى البكالوريوس والماستر، وفي كذلك على الدكتوراه قسم منها، بس اختاريت 6 لمختلف القطاعات. اوكي، فاتمنى من خلالكم اليوم انه ادعو المؤسسات والشركات والوزراء انه يصير تعاون مع الجامعات، ينطون مجال الجامعات انه يستفادون من المشاريع والبحوث اللي تصير داخل الجامعات. صراحة ده نصرف مبالغ كثيرة ونصرف جهد ووقت كثير على هذه المشاريع، وفي مشاريع أنا فخورة فيها. يعني مثلا في مشروع على طالبة ماستر هي تشتغل مجلس الشورى، سويت لنا سيستم باستخدام المشين ليرنينج انه هاو تو بريدكت احتياجات سوق العمل مثلا، وطلعت نتائج فعلا جيده. في مشاريع تخص الجرائم الالكترونيه والعاديه، وقدرنا حتى الحاليه المشاكل العصريه اللي هي الاحتلال الالكتروني الى اخره، قدرنا نحلها ونقدر نكشف هذا الترانزكشن او هذا الايميل او هذا هو فعلا احتيال او لا using the AI. اوكي okay. فارجو انه تلبون او نداء لهذا الموضوع. ها، يتواجد عندكم بيانات؟ يعني عندنا بيانات، وفخوره ايضا اقول لكم احنا بنينا بيانات داتا سيتس كثيره خصوصا الكوفيد، لان عندي طالبه كان دكتوراه سوت مشروع على الكوفيد، وقدرنا نخلق داتا سيتس كذا، تطبيق كذا نوع، إضافة إلى البيانات الموجودة اللي هي فري بالجوجل أو الكيجل أو ال فعندنا البيانات هذه، وكان مثلا نستخدمها مع أي داتا سيت تخص البحرين أو غير. طبعا احنا كمان نتمنى أنه تكون توفر داتا سيت بالبحرين لو تساعدونا بهذا المجال عشان نستخدم هذه التطبيقات لحل مشاكل تكون في البحرين. زين، بالنسبة لسوق العمل، طبعا أكيد الكل تعرف دور الذكاء الاصطناعي أو تأثيره راح يكون كبير على سوق العمل. ما يدخل رأيكم، بس فعلا الذكاء الاصطناعي حيساهم مساهمة كبيرة في القضاء على عدد من الوظائف وخلق وظائف جديدة اللي هي ريليتد أو خاصة أو لها علاقة بتكنولوجيا المعلومات وكمبيوتر ساينس، مثلا من الوظائف اللي حتنتهي مع الذكاء الاصطناعي، خلي ما أكون قاسية، إذا ممكن نشوف كلمة أقل من تنتهي أو تقل، هي المحاسبة وبعض الوظائف الصحية، لكن بدالها حيكون في وظائف أخرى كثيرة تتعلق بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات. مع التطور في الذكاء الاصطناعي وتطور في استخدام تكنولوجيا المعلومات، لابد من هناك يكون عندنا مهارات يجب الاهتمام فيها بالمؤسسات والشركات وحتى الجامعات والمؤسسات التعليمية، مثل التفكير الإبداعي والتحليلي، العمل الجماعي، المرونة والقدرة على التكيف، القيادة والليدرشيب وإدارة المهام. يعني احنا مو بس نركز انه النولج او نستخدم معرفة او نعرف الذكاء الاصطناعي وتقنياته، وانما عشان نقدر نواكب التطور ونستخدم هذه التقنيات بشكل صحيح يجب ان تتوفر مهارات معينة مثل اللي ذكرتها حاليا. الذكاء الاصطناعي نعرف فوائده وأهميته في تطوير المجتمع والأعمال إلى آخره، لكن يجب أن نعرف أنه الذكاء الاصطناعي هناك مخاطر يجب كذلك أن نهتم فيها.
مثل ما التكنولوجيا in general، التكنولوجيا كل ما زدنا باستخدام التكنولوجيا كانت هناك مخاطر اللي هي الخصوصية وأمنية البيانات، فكل ما زاد استخدام التقنيات هذه لازم أيضا نهتم بالأمنية المعلومات أو الأمن السبراني بشكل عام. فذلك كذلك الذكاء الاصطناعي له مخاطر في استخدامه، مثل التميز والتحيز. معظم الداتا سيتس أو المعلومات المتوفرة أو يوفرها الذكاء الاصطناعي تكون متحيزة، فلازم نراعي هالنقطة ونكون حذرين من استخدامها. ممكن يكون متحيزة للجنس، لللون، للدين، للعرق، وهي موجودة بشكل واسع ولحد الآن. لذلك حتى عيالنا من يشيكون أو من يستخدمون مثلاً AI chat bots لازم نعلمهم how to use it أو أي معلومات هم اللي اختاروها ويأخذوها. أكيد في انتهاك الخصوصية لأنه هو معتمد على التكنولوجيا على الكمبيوتر، فبالتالي موضوع الأمنية والأمن السبراني مهم. المعلومات المضللة ممكن يوفر معلومات خاطئة وغير دقيقة، لأنه في النهاية هي كل أنظمة الذكاء الاصطناعي هي مال ميد، يعني أنه في شخص هو اللي سواها، فإحنا مش مدرينا شنو حاط انفورميشن، ما نعرف شنو غذاء معلومات، فبالتالي ممكن تكون هناك معلومات مضللة. واللي حتستغربون منه له أثار بيئية غير جيدة، يسبب تلوث البيئة. واحنا فعلا درسنا الموضوع ان استخدام الكمبيوتر، تقنيات الذكاء الاصطناعي، الروبوت يأثر على البيئة، فأيضا لازم هذا ننظر فيه. وفي بحوث حاليا تحاول تقلل هذه المضار اللي يتأثر على البيئة. مثل ما تفضلت أستاذ أحمد، أنا رئيسة لجنة مو لجنة، هي في الحقيقة منظمة اسمها IEEE SSIT chapter اللي هي Social Implication of Technology and AI. احنا طبعا هي فرع من منظمة عالمية سويناها في البحرين حول الفوائد أو التأثيرات الجيدة والغير جيدة والسيئة للتكنولوجيا. فإحنا اشتغلنا على هالموضوع وحاولنا نوعي مثل الجامعات بالأي آي تشات بوتس، وقدرنا نطلع برولز وريجليشنز هاو تو يوز الأي آي تشات بوتس بالمؤسسات التعليمية، لأن مثل ما تعرفون إلى مضار للطلاب، يعني احنا كأجيكيترز أو كمعلمين مثلا خلينا نقول انه نعاني من استخدام الشات جي بي تي مثلا في الجامعات، فبالتالي حاولنا انه نسيطر على هالموضوع بوضع قائمة من خلينا نقول القواعد لاستخدامه، وحاولنا نغير حتى بالطريقة اللي نفكر فيها في التعليم. يعني أبسط مثال، غيرنا بطريقة الواجبات المنزلية، طريقة الأسئلة، عشان نتمكن من السيطرة على هالموضوع. كذلك أوكي راح أخلص. كذلك قبل كم يوم كان في عندنا ندوة حول تأثير الروبوت على أهداف التنمية المستدامة، كانت ناجحة جدا، حضروها من الأمم المتحدة وممثل الأمم المتحدة. شفنا شلون يأثر الذكاء الاصطناعي والروبوت على الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة، فعلا الشيء الحلو كان في الموضوع إنه شفنا ممكن يأثر عكسا. فبالتالي أنا بس أريد أحب أقول إنه للتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي هي سلاح ذو حدين، فيها فوائد وفيها مضار في شتى المجالات. شكرا جزيلا. الحين نروح حق المحاضرة الثالثة، الدكتور علي السيد. عنوان المحاضرة بتكون تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي Generative AI في التعليم. طبعا Generative AI شيء مثل شات جي بي تي، فبتشوفون أشياء وايد مثله بيتكلم عنها. عندك دكتور. السلام عليكم جميعا، سعيد في تواجدي معكم. أولا أحب أشكر جميع القائمين على هذه الندوة، وأشكركم طبعا أنتم الحضور الكرام، وكذلك أشكر الدكاترة الأفاضل المتحدثين والأستاذ أحمد على إدارة هذه الندوة. إن شاء الله اليوم بتكلم عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي أو ما يعرف بـ Generative AI في التعليم.
أوكي. اعذروني اليوم في المحاضرة بستخدم العديد من المصطلحات الإنجليزية وبركز في المحاضرة على توضيح بعض المصطلحات المهمة جدا. أولا لازم نعرف نميز بين المصطلح التعلم الآلي أو ما يعرف بالماشين ليرنينج والمصطلح الجديد الجنراتيف اي اي او ما يعرف بالذكاء الاصطناعي الانتاجي او التوليدي وغيره. الماشين ليرنينج جزء من حياتنا الان، مو شيء مستقبلي، احنا كلنا نستخدم الماشين ليرنينج في حياتنا اليوميه. باختصار الماشين ليرنينج هو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي، وتعريفه باختصار هو التعلم من البيانات واتخاذ توقعات أو قرارات استناداً إلى هذه البيانات. والماشين ليرنينج يتكون من عمليتين أساسيتين: عملية التدريب وما يعرف بالموديل ترينينج، وعملية الاستبيان أو ما يعرف بالإنفرنس. الترينينج الموديل ترينينج أو التدريب تقوم فيه الشركات الكبرى بإنتاج النموذج الذكي للتطبيقات الذكية أو اللي إحنا نستخدمها. الاستبيان أو الانفرنس هو استخدام هذا النموذج في بعض التطبيقات، إحنا كمستخدمين نقوم بعملية الانفرنس عن طريق أجهزتنا الذكية وغيرها. طبعا مثل ما قلت إحنا نستخدم الماشين ليرنينج في حياتنا اليومية كل يوم، فمن تطبيقات الذكاء الصناعي أو الماشين ليرنينج اللي إحنا نستخدمها هي التنبؤ البريدكشن. بعض التطبيقات مثل التنبؤ بالنتائج المستقبلية، مثل التنبؤ بأسعار الأسهم في سوق الأسهم، التنبؤ بالأحوال الجوية أو غيرها. أي واحد يتداول في الأسهم أكيد يعرف أن في بوتس، شات بوتس أو في بوتس تقوم بالبيع والشراء للمستخدم، يعني بتكون طبعا هي أحسن من واحد مبتدئ في بيع وشراء وتداول الأسهم. فأحد التطبيقات هي التنبؤ أو ما يعرف بالبريدكشن. تطبيق آخر إحنا دائما نستخدمه في حياتنا اليومية هو التعرف على الصور والفيديو أو ما يعرف بالإيمج كلاسيفيكيشن أو الكمبيوتر فيجن. هذه التطبيقات نستخدمها في أجهزتنا الذكية. باختصار النموذج الذكي يستطيع التعرف عن طريق الصور على الأشياء، يعني بكاميرا التليفون ممكن واحد يأخذ صورة إلى مثلاً أكل، يأخذ صورة إلى سيارة، والتليفون أوتوماتيكياً يفهرس هذه الصور على حسب ما هي. فهذا نوع من أنواع الذكاء الكلاسيفيكيشن أو التصنيف. هذه أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي الكلاسيكية اللي موجودة حالياً في حياتنا اليومية. وكذلك هناك ما يعرف بالتعرف على الكلام Natural Language Processing NLP، وهو أن النموذج الذكي الاصطناعي يقوم بفهم الكلام البشري واستنباط المعاني منه. وهذه في حياتنا اليومية، في مثل for example Alexia من أمازون، سيري تقوم بتحويل الصوت إلى نص واستنباط المعاني من النص للقيام ببعض الأمور التي تفيد المستهلك. فهذا ما يعرف بالتعرف على الكلام أو الـ NLP، موضوع جداً مهم في الذكاء الصناعي وموجود في حياتنا اليومية. هذه الذكاء الصناعي الكلاسيكي. والكثير الكثير من التطبيقات، يعني مثلاً الـ Recommender Systems، لما الواحد يقوم بعمليات الشراء الإلكترونية، لما تدخل أونلاين وتشتري شيء من أمازون تشوف دائما فيه شغلات ننصحك بشراء هذا أو هذا أو هذا. هذه ما يات عبثا، هذه يات بناء على كيف أنت تصفحت الموقع وكيف أنت شريت في السابق وكذا. هذه كلها ذكاء اصطناعي وإحنا نستخدمها يوميا. طيب إذا إحنا نستخدم الذكاء الصناعي في حياتنا اليومية، ما هو الجديد؟ ما هو الجديد؟ الجديد برز نوع جديد من أنواع الذكاء الصناعي، ما يسمى بالجنراتيف اي اي. الترجمة العربية غير دقيقة، الذكاء الاصطناعي التوليدي، يعني هو مصطلح جديد. يعني في ناس تقول الذكاء الصناعي التوليدي الإنتاجي وغيره، ولكن المصطلح المتداول علميا هو الجنراتيف اي اي.
فنقطة التحول كانت في ورقة علمية نشرت عام 2017 من مجموعة باحثين من شركة جوجل. نشروا ورقة مهمة جدا، طبعا عنوان الورقة بالإنجليزي ما أعرف إذا واضح، Attention is all you need. في هذه الورقة اقترحوا طريقة جديدة لتدريب النماذج الاصطناعية الذكية، 8 باحثين من شركة جوجل. باختصار هم اقترحوا المبادئ الأساسية للذكاء التوليدي أو Generative AI. طيب كيف يختلف الذكاء التوليدي عن الذكاء الكلاسيكي الاصطناعي؟ الذكاء التوليدي هو عبارة عن إنتاج محتوى جديد غير موجود بناء على طلبات المستخدم، فهو إنتاج محتوى. في الذكاء الاصطناعي الكلاسيكي أنا أعطي المحتوى وهو يعطيني معلومات عن المحتوى بطريقة أخرى، لكن الذكاء الإنتاجي أو الـ Generative AI إنتاج محتوى جديد. المحتوى قد يكون مرئي، صور أو فيديو، graphical يعني فني، موسيقى، صوتيات، يعني ممكن في Generative AI لحن، في ممكن Generative AI يرسم لوحات، يخلق محتوى مرئي، محتوى نصي، أدبي، شعري، كل هذا يعني من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي. طبعا من اختلافات الجنراتيف اي عن الذكاء الاصطناعي الكلاسيكي ان هو النموذج الذكي يكون معقد اكثر بكثير من النموذج المستخدم في الذكاء الكلاسيكي، فعاده نحتاج معالجات حاسبيه جدا عاليه الاداء او ما يعرف باسم الجي بي يو الجرافيكال بروسيسنج يونت. ففي شركه مختصه في انتاج الرقائق الجي بي يو اسمها شركه انفيديا الامريكيه. فعما اذا الصوره واضحه في اليسار، في سعر السهم او القيمه السوقيه لشركه انفيديا في اخر 10 سنوات نلاحظ في 2 سبايكس او قفزتين في سعر الاسهم. القفزة الأولى كانت في بداية 2020 وسببها كان البلوك تشين والكريبتو كرنسي أو ما يعرف بالعربي بالعملات المشفرة البيتكوين وغيرها. البيتكوين على في هناك عملية اسمها التعدين أو المايننج مبنية على هذا النوع من الرقائق، فصارت قفزة في سعر السهم لشركة انفيديا. وحالياً بعد 2017 يعني بعد 2017 في 2020 وحالياً في قفزة خلت شركة انفيديا قيمتها السوقية تتجاوز 2 تريليون دولار، فانضمت إلى ما يسمى بالشركات السبعة الكبرى في التكنولوجيا، الماجنيفيسنت 7 يسمونهم في الاي تي، اللي هي شركة الفابت، جوجل، مايكروسوفت، ميتا اللي هي فيسبوك، تسلا، وانفيديا. فالسبب هو الجنراتيف اي اي، هو الشيء اللي يحرك اقتصاد العالمي الان هو الجنراتيف اي اي. جميع الشركات العالميه في استراتيجيتها في اساسها الحين الجنراتيف اي اي. طبعا هذه هو الرئيس التنفيذي لشركه انفيديا وهو يعرض البلاك هول جي بي يو حديثا، اعلنوا عن هذا الجي بي يو يعني ان شاء الله يعني سيحدث ثوره نوعيه في نماذج الذكاء الصناعي التوليد. طبعا عمليه التدريب في الذكاء التوليدي مختلفه لان كم البيانات اللي لازم احنا نعالجها كبير جدا. اوكي، فعمليه التدريب مختلفه. في عندنا التدريب، وهذا التدريب ما يقوم فيه الناس العاديين او المؤسسات الصغيره بالنسبه للجنراتيف اي اي، تقوم فيه المؤسسات الكبرى لان غالي جدا ويحتاج بنيه تحتيه جدا جدا غاليه. فهذه احنا يعني ما اعرف اذا احنا الدكاتره ممكن يفيدنا في البحرين، ما اعتقد ان احنا حاليا نقوم بتدريب النماذج الذكيه للجنراتيف اي اي، ولكن في عملية أخرى هي ما تسمى بعملية ضبط هذه النماذج، بالإنجليزي يسمونها fine tuning، إن أنت تأخذ النموذج الذكي وتضبطه على احتياجاتك على بياناتك. فكم
المعالجة البيانات يكون أقل كثيراً. وإحنا في جامعة البحرين عندنا أبحاث كثيرة على مستوى الفاين تونينج أو مستوى التدريب النماذج المدربة مسبقاً. عملية الاستبيان أيضاً مختلف، لأن الاستبيان أيضاً تحتاج يعني معالجات عالية الدقة، فعادة تصير في السحاب أو في الكلاود. يعني أكيد استخدمته تشات جي بي تي. تشات جي بي تي لازم تكون متوصل بالإنترنت، ما تقدر يبروسس الداتا على الكمبيوتر، لازم هو في الكلاود. لكن حديثاً تقوم شركات التكنولوجيا بتطوير رقائق إلكترونية تحتوي على معالجات دقيقة بإمكانها الاستبيان من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي. فإذا أنتم تابعين عالم الكمبيوتر، مثلا شركة انتل مؤخرا أعلنت عن ما يسمى بالـ AIPC، الكمبيوتر الذكاء الاصطناعي. طبعا معالج هذا الكمبيوتر، المعالجات التقليدية تحتوي على CPU الـ Central Processing Unit، GPU، لكن هذا المعالج يحتوي على ما يسمى NPU الـ Neural Processing Unit، هي هذه رقائق خاصة في معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي. فهذه ترند جديد في التكنولوجيا، ان الاستبيان يكون في الجهاز عند المستخدم، on the edge. فعندنا الكلاود والإدج عند المستخدم. فذكاء الصناعة التوليدي، كثير من النماذج تسمى ببرامج نماذج اللغة الكبيرة أو اللارج لانجويج مودلز LLM. طبعا في كثير من LLMs المشهورة عالميا مثل لاما، فور اكزامبل لاما من شركة ميتا أو فيسبوك سابقا، في لاما 2 مشهورة، وحاليا من كم يوم أعلنوا عن لاما 3، نموذج ذكي دقيق يعني دقيق جدا. في جي بي تي هو النموذج اللي مبني عليه تطبيق تشات جي بي تي. في مسترال من شركة فرنسية. لكن اللي أود أذكرهم اليوم النماذج اللي على مستوى الوطن العربي. على مستوى الوطن العربي إخواننا في دولة الإمارات العربية عندهم نموذج فالكون، هو مدرب على ما أعتقد على أكثر من 10 مليار بارامتر. أوكي، هذا البارامتر هو مقياس دقة النموذج، مقياس دقة وقوة النموذج. فهو شيء على مستوى عالي جدا إخواننا في دولة الإمارات العربية. وكذلك عندهم نموذج اسمه جيس، هذه النموذج مدرب على اللغة العربية من الأساس. فهذه شيء نوعي صراحة في المنطقة، نموذج مدرب على البيانات باللغة العربية، وكل تطبيقاته للمستخدمين من الدول العربية. وعندنا جيراننا في السعودية أيضا عندهم ميتا برين، نموذج للتحكم في الأنظمة الصناعية، في شركة أرامكو هم المسؤولين عن هذه النموذج. هذين اللي على حد علمي على مستوى الوطن العربي النماذج المهمة للLarge Language Models. طيب باختصار، ما هي قدرة الجنراتيف AI في الوقت الحالي الآن؟ ما أتكلم بعد 5 سنوات أو 10 سنوات. فنلاحظ في صورة على اليسار، هذه صورة سوت ضجة سياسية وإعلامية، هذه صورة لشارع شهير في باريس شانزليزيه، لكن مليء بالنفايات. فهذه الصورة سوت ضجة، ولكن في الحقيقة هي ليست صورة حقيقية، هي مولدة من الذكاء الاصطناعي. اوكي، وليست مركب جنريتد. لا لا لا، شوف، هذه الشيء المفيد، ليست مركبه، ما جاب الصوره وحط عليها النفايات، هي مولده اساسا من الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي رسمها، هاي الفرق، إيحائية من الذكاء الصناعي، كان انا جيت ورسمت، الذكاء الصناعي رسمها. فشوفوا دقتها، هذه اللوحه الفنيه، يعني اكسبكتد بالضبط. هذه اللوحه الفنيه قدمها فنان في معرض وفاز بالجائزة الأولى، بعدين اعترف أن هي أصلاً من الذكاء الاصطناعي. وهذه مقال من CNN، أديب ياباني فاز بجائزة مرموقة في اليابان، جائزة أدبية، وبعد ما فاز طبعاً اعترف أن جزء كبير من الرواية كان مكتوب عن طريق الذكاء الاصطناعي. فهي القدرات الآن،
فما بالك بعد 5 سنوات أو 10 سنوات، هاي كلها من بعد 2017. كم عندي وقت دكتور؟ 2 minutes. فباختصار تطبيقات الذكاء التوليدي في التعليم الآن، شو قاعد نسوي في كيف نستخدمه؟ في تطبيق جدا مهم اسمه summarization، الاختصار. هذه موجودة الآن وإحنا نستخدمها الآن. في التعليم عن بعد نستخدم منصة مايكروسوفت تيمز ونستخدم منصة زوم. فيها خصائص حديثة، لما تدخل أو تلقي المحاضرة الطالب يدخل، الذكاء الاصطناعي ينتج ملخص كامل عن ما دار في هذه المحاضرة. فطالب يدخل متأخر عنده ملخص كامل، أنا شنو قلت، الطلاب شنو الأسئلة سألوها، شنو كان الجواب، شنو كان الحوار، ملخص كامل. هذه موجود الآن ويستخدم في الجامعات. الإنتاج التلقائي لمحاضرات الفيديو المسجلة أو الإخراج التلقائي، هذا شيء أنا جربته في وقت الكوفيد، كنا إحنا نسجل كثير من محاضراتنا. ففي الحقيقة الصعوبة ما كانت في التسجيل، الصعوبة كانت في الإخراج بعد التسجيل، الواحد يعدل يشيل المقاطع اللي ما يبيها كذا. ففي الآن تطبيقات عديدة رائعة صراحة، تأخذ الفيديو وتقوم بعملية الإخراج التلقائي، تخرج كل شيء، تسوي زوم، إذا الصوت نازل ترفع الصوت، إذا في مقطع ما في أي حرق، ما في شيء تشيل المقطع. فهذه من التطبيقات اللي إحنا بعد نستخدمها اللي هي موجودة حاليا. وتطبيق آخر إنتاج المرئيات التعليمية، طبعا بثواني ممكن أنا أنتج مرئيات أستخدمها في محاضراتي، وفعلا أنا إحنا نستخدمها في جامعة البحرين لأن مستواها عالي جدا جدا جدا. فهذه نماذج من مواد أنا يعني طبعا أدرسها وأستخدم فيها الذكاء الاصطناعي لإنتاج هذه المرئيات. إنتاج الامتحانات ممكن الذكاء الصناعي بثواني ينتج بنك من الأسئلة مع الأجوبة النموذجية. وطبعا إحنا جربنا هذه الشغلات، حطيناها under test، يعني ممتازة جدا جدا، تصلح للتطبيق الآن. وهناك العديد والعديد من التطبيقات، الإرشاد الطلابي، تصميم المناهج الدراسية، تقييم أداء الطلاب وتقييم عملية التعليم، كل هذه أشياء ممكن أن تستفيد من الذكاء الاصطناعي. فدور الجامعات طبعا أول شيء تطوير مهارات الطاقم الأكاديمي نفسه، لأن هاي موضوع جديد. أنا تخصصي في الدكتوراة ما كان عن الذكاء الاصطناعي، درسته في فترة لاحقة. طبعا في جامعة البحرين احنا شنو الخطوات اللي نتخذها؟ جامعة البحرين فتحت منصة كورسيرا لجميع الطاقم الأكاديمي حتى يطوروا مهاراتهم في الذكاء الاصطناعي. تطوير المناهج الدراسية لتواكب التطورات في الذكاء الاصطناعي، احنا عندنا ماجستير في الذكاء الاصطناعي عليه إقبال كبير من الطلاب، وكذلك إن شاء الله السنة القادمة سيتم إقرار برنامج في هندسة الحاسوب وهندسة الشبكات، جزء كبير منه قائم على الذكاء الاصطناعي. وكذلك عندنا برنامج الدكتوراه حديثا، وعندنا مؤتمر 3ICT اللي احنا نرعاه، وكثير من الأوراق البحثية اللي تقدم فيه يعني تستهدف الذكاء الاصطناعي. فما هي التحديات؟ أول تحدي يواجهنا هو الآن الوقت لوضع التشريعات لكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي. فبختم في هذه النقطة، التشريعات الآن هو الوقت لوضع التشريعات، ليس فقط على مستوى الجامعات بل على استراتيجيات الدولة ومملكة البحرين. شكراً. شكراً. نشكر المتحدثين، أثرونا. طبعاً قال كلمة دكتور علي عن تشيبات. في تشيب الحين انفيديا عندهم اياه تقريبا البروسيسنج ماله 8 تيرابايت بير سكند، يعني من 10 ل 50 مره عن اقوى كمبيوتر حاليا موجود ككور جي بي يو. فتصوروا كيف هاي ممكن يفيد الذكاء الاصطناعي. عموما خلونا الحين اول شيء نشوف اذا انتم عندكم اسئله معينه. اوكي، السلام عليكم. هو سؤال واحد بس في 4 محاضرات، فياريت يعني على قولكم يعني خطونا فهمونا. السؤال هو هل ان الذكاء الاصطناعي خطر؟
هل هو مفيد أو ضار؟ أهم شيء هل هو حرام؟ تمام. أوكي. تبي جواب أنت. شكرا للسؤال. هاي في صميم شغل الجمعية تبع. مو أكيد مو حرام. بما أنه هو لخدمة البشرية فأكيد مو حرام. شيء ثاني، كل شيء بالعالم إذا AI تكنولوجي أي شيء حتى الطاولة لها فوائدها ولها مضارها، فلازم احنا نعرف كيف نستخدمها بطريقه امنه. اوكي شكرا. وكل شيء طبعا لو تسمح لي، كل البرامجيات الموجوده لها قوانينها لاستخدامها الامن. لو تشوفين كل سوفت وير طالع بالعالم الا تشوفين رولز وقواعد لاستخدامها بالشكل، وبعدين كل اللي يحكمنا هي الاثكس. اثكس استخدام التكنولوجي. بس هو مو لهالدرجه خطر. لا اوكي لا لا مو لهالدرجة، بس يسوي بلاوي. مثل ما قالت، الذكاء الاصطناعي في له فوائد في له مضار. تستخدمينه صح بيكون له فوائد، تستخدمينه غلط بيكون له مضار. اللي بيسأل السؤال يعني اللي بياخذ المايك يسأل مباشرة بدون مقدمات أرجوكم. مساء الخير، شكرا على المحاضرة والنقاش يعني. طبعا النقطة المهمة من أيام سبونيك المنروسة والتحاسبية لما طير القمر الصناعي سبونيك والكاكادو اللي طيروها رجعوها وقالي يعني هذا بدأت الذكاء الصناعي من ذاك الوقت. اصطناعي. نعم اصطناعي. اي ليس اصطناعي. المركبات الفويجر 1 وفويجر 2 اللي طلعت من المجرة الأرى يعني مجرتنا الشمسية لا زالوا يتعاملون وياها. بعض الحين تبلش تشتغل طبعا بالذكاء الصناعي. ان اللي صاير اليوم ان قاعد الميديا والصحافه والعالم يتكلمون بخطوره عن الذكاء الصناعي. في العالم العربي يعاني الذكاء الصناعي بقله المعلومات المغذيه لعمل اي برنامج اي يعني لا زال الداتا في أجهزة السيرفرات في العالم العربي يعني قليلة. يمكن أنت تروح تسوي مثلاً أي شيء من السيرفرات جوجل كذا، لكن نحن في العالم العربي يعانون من قلة الداتا أساس أنت تسوي أي شيء. النقطة اللي أنا بسأل مع هذا التاريخ العميق، ليش العالم والميديا والكل يتكلمون عن خطورة الذكاء الصناعي؟ مو الذكاء الصناعي تصالح 70 75 سنة؟ هذا السؤال المهم. النقطة الثانية حاجي، باكو دخلت الاي بي ام كمبيوتر 1954. اي بي ام صوت المين ان مالها في 45 بعد الحرب العالمية الثانية، وتقدر ترجع بس إضافة للموضوع. وشكرا. شكرا جزيلا. الشهادة موجودة في متحف بابكو في 1940، فتقدر تتأكد منها. اوكي انت بتعرف الحين صعوبه الداتا خطوره. اوكي خطوره يعني في العالم مبني في الميديا يتكلم. تمام خطوره. هم طبعا شوف طبعا هم شرحوا قالوا انا ما بضيع وقتهم بس نروح حق ذي. الذكاء الاصطناعي مثل ما له خطوره له فوائد، له مضار له فوائد. انت شلون تستخدمه هو اللي بيحدد هل هو في خطوره ولا ما في خطوره. ما في شيء في العالم ما في خطوره، يعني استخدام التكنولوجيا بحد ذاته هو مخطر، صح ولا لا؟ انت بتلفونك هذه انت مكشوف على العالم، كمبيوتر مالك انت مكشوف على العالم، ففي خطوره على طول الخط في خطوره. بس كيف تحمي روحك يبي له وايد اشياء، سايبر سيكيورتي ما سايبر سيكيورتي. نروح ورا شويه بس بعد بنرجع لكم. اوكي بس خلينا بعد دائما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي واحنا دائما نقول ان الانسان اولا. ما علاقة الذكاء الاصطناعي برفع مؤشرات جودة الحياة ورفاهية البشرية؟ ما علاقة الذكاء الاصطناعي في رفع مؤشرات جودة الحياة؟ طبعاً مثل التطبيقات اللي استعرضتها أنا، هذه التطبيقات جداً مهمة وترفع جودة الحياة. ولكن أنا سأجاوب السؤال بطريقة أخرى، يعني
ما هو هدف تطوير الذكاء الاصطناعي؟ الناس اللي قاعده تطور الذكاء الاصطناعي ليش قاعده تطور؟ عشان يطورون جوده الحياه. الشركات مثل ميتا وجوجل ومايكروسوفت هل يطورون الذكاء الصناعي عشان رفع جوده الحياه؟ لا، هم يطورون الذكاء الصناعي عشان المربح، الارباح. فهو هذا هو الاساس ليش الشركات تطور الذكاء الاصطناعي. وهذه الشغلات اللي احنا نشوفها تطوير لجوده الحياه هي شغلات ثانويه، لكن في النهايه هي تصب في الارباح لهذه الشركات. ففي الوقت الراهن جميع التطبيقات اللي انا اشوفها فعلا هي تحسن من جوده الحياه، لكن في مخاطر، والمخاطر موجوده وفعليه والجميع يتحدث عنها مثل ما تفضل الاستاذ. في مخاطر، اهم هذه المخاطر هي القضاء على سوق العمل. معظم الوظائف سيتم القضاء عليها عن طريق الذكاء الاصطناعي. فسؤال عميق جدا، وصراحة لازم ننتظر لأن نعرف الجواب. يعني أنا غير مؤهل للإجابة. أوكي، شكرا. عموما برجع لك بس خلي السماء. عموما بشكل عام كل شيء في الكون يستوي، تقدم كتكنولوجيا أو حلول جديدة أو ذي، في النهاية هي فيها أرباح وفيها فائدة حق البشرية، منها الرفاهية. عندك. أنا أشكر الدكاترة الأفاضل على ما قدموه. نحن نعاني من مشكلة كبيرة حقيقية بعيدا عن النظريات. الذين يتخرجون من الاي تي بكل تخصصاته هم أسرع الناس تعيينا، لكن منهم من بقي سنة وسنة ونصف بدون عمل حتى وجد العمل. والذكاء الاصطناعي الذي تقولون عنه اليوم يهدد العشرات إذا لم نقل المئات من العاملين الآن، وقد لاحظنا ذلك. كم كان عدد على سبيل المثال الذين الموجودين في البنوك يستلمون، يعني يتلقون طلبات الناس، وكم هو الآن؟ كم كبير انتهى؟ هناك أعمال فعلا انتهت، الكاشير مثلا انتهى. المهم يعني النقطة الأساسية الموجودة المثارة هنا، يعني ما الذي يقدمه الـ AI لأولئك البائسين الباحثين عن عمل؟ خلاص، مشكلة كذا سنة تقول وزارة العمل العاطلون قلوا إلى كذا، ويقول الآخرون كثر، والموقف بلا حل. بدلا من كل هذه البرامج التي تشتغلون عليها، ليس هناك برنامج AI يحل هذه المشكلة؟ أوكي. شكرا. عندك، تفضلي. شكرا جزيلا دكتور. أنا قلت أنه الذكاء الاصطناعي حيلغي الوظائف، ملايين الوظائف، بس حيخلق وظائف جديدة. ما أعتقد أحد خريج آي تي يصعب يحصل وظيفة، لأنه الوظائف المطلوبة حاليا، ويمكن دكتور جاسم يحكي بعد أكثر، هي ريليتد للآي تي وتخصصاتها كلها. الكل تطلب تخصصات آي تي، بدليل الذكاء الاصطناعي والسايبر سيكوريتي مهم حاليا، في ذلك يحتاجون. بس شنو مشكلة الشباب، خلينا نقول، ويحكيها من خبرة، شنو مشكلة الشباب اللي ما يحصلون وظائف؟ واحكيها لكل أولياء الأمور، مشكلتهم المهارات اللي هي الكوميونيكيشن، التحدث، المفاوضة، الليدرشيب، الكريتيكال أناليسيس أو التفكير الإبداعي. في مهارات رجاءً اهتموا فيها، خلوا أولادكم يروحون وركشوبس، دورات، ما أعرف. فإحنا في الجامعة نوفر الفرص هذه، إنه عشان يطور مهاراتهم. معظم الجامعات فيها. بالضبط. وما أريد أسوي دعاية إنجاز واحدة من المؤسسات اللي تهتم بهالموضوع. فالتخصصات هاتي حصلوا شغل، بس يحتاجون المهارات المذكورة. التخصصات الثانية يجب إعادة النظر فيها، فالطالب لازم، حتى أولياء الأمور يجب يعرفون شلون يختارون تخصص
اللي هو فعلا موجود في السوق. خلي يقرون تقارير، في تقارير كل سنة تطلع مثل تمكين، مثل حتى لينكدين. المركز الشيخ ناصر يتراولي في تقارير تطلع التنمية الاقتصادية، تقارير تحكي على الوظائف المطلوبة في البحرين، في الخليج العربي، في العالم. قروها فعشان تعرفون تنصحون أولادكم أي تخصص يروحوا له، وكذلك هم نفسهم الشباب يعرفون شنو التخصص اللي يختاروا. ما أدري أصور جاوبتك. شكرا. نتناقش بعدين. بشكل عام، بشكل عام كل شيء متوفر حاليا. أي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم. إسرائيل مرشد مهني في جامعات السعودية. أنا عندي سؤال بس مهم جدا. تكلمتم إن شاء الله تبارك الله عن موضوع الذكاء الاصطناعي وأثره على سوق العمل، خاصة أنه سوف يخلق وظائف جديدة. أيضا سوف تندثر وظائف كثيرة بسبب الذكاء الاصطناعي. أنا ودي ما هي أبرز ما تكلمت الدكتورة واسنة كالعافية على جهودك على أبرز المهارات اللي ممكن يتمكن منها الباحث عن العمل. أيضا ودي أني أخذ أكثر من بحر علمك ما شاء الله عليك عن ما هي أبرز المهارات الهامة تساعدني أنا كباحث عن العمل أو كطالب أثناء دراسته الجامعية. شكرا لكم. شكرا. حاول تتعرف على ال شو يسموها الانترناشونال سيرتيفيكيت اللي هي تعطيك يا بروفيشنال سيرتيفيكيت، حاول تاخذها لانه الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي ان جنرال تفيد كلش بالموارد البشريه، فحاول تستفاد منها. اذا تحب تتصل فيها بعدين احاول ادليك على هذه السيرتيفيكيت او هذه الكورسات اللي تفيدك في الموارد البشريه، ممكن تفيدك كثير. الحين حتى اختيار الموظف ممكن يكون مؤتمت، يعني ما في داعي انت تدوخ نفسك وتدور السيفيات وتقراها، ما في، في برامج تعطيك هو هذا الافضل. تمام. Yeah. تمام. عندك محاضرات قيمه في الواقع. انا بس عندي مداخله يفيد تاريخيا. يعني انا عملت في شركه البحرين 35 سنه، في فتره 13 العمليه كانت يدوي تقليدي والانتاج قليل. في سنه 2000 و2001 ليش؟ لان الذكاء الصناعي وارسل كثير من التكنسيين والانجنيرين حتى يتعلمون كيفيه تقليل العامل، وليس تقليل العامل اللي يكون كان قبل يحتاج عامل كثير بدل ما يكون 10 3 كثير منه. والتقنيه الناس قالوا انه ياثر على سوق العمل، لا ما ياثر على سوق العمل. انا تاريخي اقدر اقول لك انا في شركه اكبر مصنع في العالم قاعد بقدرات 2000 عامل وعلى مستوى قاعد يعملون تقنيه ذكاء اصطناعي، ثلاث ارباع ذكاء اصطناعي. الحين خلاص انتهينا ان انت تدش تقول لي اجيب لك اشياء يدويه. انا كنت مهندس او اقول تكنيسيان في شركه تعلمت تقليدي، غيرت نفسي الى الذكاء الصناعي، بس كان في خطا مثل ما قالوا، في اخطاء قليله كانوا لان الجهاز اللي انت تبدل ياخذ 10,000 من الموضوع آلاف. هاي ذكاء في بعض الاشياء تحتاج الى ذكاء الانسان نفسه بعد. اكيد. انا دشيت في المصنع كان اخر ليل، مليانين في المصنع، انه يقول لك اللي في كاست هاوس تكنيزيونيه يقول لك يقول ليش قاعد الجهاز قاعد يشتغل بنا؟ ما قدروا يفهموا. يينا احنا واحد سوبرفايزر معنا قال لنا وين خصم الذكاء الصناعي؟ هاي خلل عندي في كيبل. لين جينا فعلا خبر كيبل تعدل في واحد اشياء بسيطه. يعني هذه ذكاء الانسان يحتاج في انت وصلت الفكره. الله يسلمك. تستنى. شكرا جزيلا. السلام عليكم جميعا. هلا هلا. جمال سعد حضور المركز. بدايه شكرا للدكاتره الافاضل، والشكر موصول حق
الأخ أحمد الدوشي وصالح. في الواقع احنا يعني استمعنا إلى الجانب المشرق في عملية التحول الرقمي أو الذكاء الاصطناعي، ولكن هناك جانب مظلم يمكن الدكاترة ما تكلموا عنه وما تطرقوا له بشكل مباشر. يعني معظم العلماء اليوم يتفقون بأن هناك مخاطر كثيرة تدفع هذا الموضوع، ومنهم أكثر تشاؤما من هؤلاء العلماء بين بأن قد تكون نهاية البشرية على مثل ما نقول على يد هذه إذا كنا يعني متشائمين، ومن حقهم طبعا هذه النظرة، لأن هناك أمور يعني قد تحدث. مثلا احنا نعيش في منطقة صراعات، الكثير من التوتر فيها، وهناك الكثير من المنظمات الإرهابية قد تستغل هذه الأمور في إنشاء كثير من الاستغلال أو استغلال الذكاء الاصطناعي في الأوبئة، في الأسلحة النووية، في قص على ذلك. يعني السؤال هذا السؤال تكلم الدكتور جاسم عن موضوع الحوكمة، والدكتور علي عن موضوع التشريعات. أنا سؤالي في ظل التحول الرقمي السريع الهائل، هل هذه التشريعات ستكون في خط متوازي مع هذه التنظيمات، مع التطور؟ يعني على سبيل المثال، أنت اليوم تروح تشتري موبايل من السوق أو لابتوب، عقب أسبوع يطلع شيء أحدث منه. أوكي. فهذه في الذكاء الاصطناعي هناك تحول رهيب، فهل تكون التنظيمات سريعة بما يتوازى مع التطور؟ أوكي. إحنا نتكلم عن البحرين، بخلي الدكتور جاسم نتكلم بما يخص البحرين، الأشياء اللي هو مطلع عليها أكثر. تمام؟ أوكي. طبعاً هو كان مدير التقنيات في قطار الخليج، فهو المسؤول بعد عن الأشياء. إحنا لسه مهم بالنسبة للتشريعات. إحنا في البحرين قاعدين نأخذ عدة تشريعات في الاعتبار على أساس نبني عليه في مجلس النواب والشورى. من ضمنهم طبعاً بما صدر عن الأمم المتحدة قبل أسبوعين، وقبل الفترة وجيسة عن الاتحاد الأوروبي اللي يسمونهم European Union's AI Act. طبعاً أكثر من 50 صفحة، وصار لهم 3 سنوات يشتغلون على هالموضوع. هم مثل ما تفضلت، يعني هم ما يدشون على التطورات السريعة اللي قاعد يصير، والتي تحتاج كاتب كل يوم يخلي لك تشريع على كل شيء ما يصير. اليوروبيان أكتس ركزوا على الأهمية وعلى الفترات، يعني قالوا أن خلال السنة القادمة بنركز على الريد لاينز. الريد لاينز بالنسبة لهم شنو؟ الصحة والتعليم، أي أهم أشياء. بعدين عندهم هم طبعا خلينا في 4 فئات، الفور كاتيجوريز اللي يسمونهم، في أشياء ممكن يجب أخذ قرارات أنية عليهم، بعضهم ممكن استشارة الجهات الأخرى، لما نوصل ل يعني الفئة الرابعة لبعض الأشياء، مثل خلينا في هالفئة مثلا الجيمينجز في خطورة على الأطفال، لكن يجب أن نحذر من هالأشياء. فبشكل عام خلينهم في هالجروبس، وفي مراجعات دورية عليهم، وطبعا ما يدشون في تفاصيل في هالأشياء. طبعا احنا كدول في المنطقة نحاول ناخذ بعض التشريعات اللي يناسبنا في البحرين، وندمج مع البيئة المتواجدة عندنا، سواء من ناحية المؤسسات أو الجهات التعليمية، ونطور فيها التشريعات ليكون شيء مناسب لنا. وأيضا التشريعات اللي نشتغل عليهم في البحرين ليست تشريعات عامة، مثل ما ذكرت قبل شوي، نحاول أن نكونهم يعني في التعليم العالي بيكون لهم تشريعات معينة، في قطاع الصحة أشياء أخرى. أنا كل يوم أشوف كم من أجنبي عندهم بروشرات قاعدين يروحون يدورون على المستشفيات، يقول عندنا ذكاء اصطناعي
وانتم تاخذون منه. زين انت من وين جايب الموافقه؟ من قاعد مشرع لك؟ من قاعد ياكد على الاشياء اللي بيستخدمونه الاطباء للمرضى لهم اليات معينه للترتيب عليها؟ اوكي شكرا دكتور جاسم. قبل عندي باخذ سؤالين او ثلاثه بناخذ لانه بس الوقت لا، بس قبل لا اسال السؤال ندعو الجمهور الكريم تقييم فعالية الليلة من خلال الباركود موجود على المقعد مع اختيار نوع الفعالية الندوة. فعندكم باركود جس سوون evaluation حق الذي فطر ما نكمل الأسئلة. أداء اتفضل سأل برا شوي ما عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. حسين الصفار، عندي مداخلة صغيرة وسؤال. في القرن الثالث عشر ميلادي لما اخترع الغرب الطابعة، ذاك الوقت كان عاصمة الخلافة الإسلامية في إسطنبول. حصل جدل في العالم الإسلامي، هل نلتحق بركب الطابعة أم يعني الطابعة لها مضار ومخاطر؟ يمكن الموضوع يبدو ساذج ومضحك اليوم، لكن قبل 700 سنة كان موضوع جدا ساخن ومخيف. لذلك قرر علماء المسلمين في اسطنبول تحريم الطابعة. أولا لأن في عشرات الآلاف يشتغلون في وظيفة النسخ، فكانت الطابعة تهدد عشرات الآلاف من الوظائف. الشيء الثاني كانوا يقولون يمكن ما نكون واثقين من نسخ القرآن الكريم من خلال الطابعة، قد يكون في أخطاء في النسخ. هذا القرار خلى الغرب يتقدم علينا من خلال التوسع الأفقي في الكتاب، وتأخر المشرق عن الغرب. من وجهة نظري اليوم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام، إن لم نلتحق بالركب من البداية فسوف نلتحق في النهاية متأخرين، ولكن بعد أن يفوتنا شيء كثير. سؤالي إلى الأساتذة الأفاضل، مع الشكر إلى مركز عبد الرحمن كان الثقافي على هذا الاهتمام بهذا الموضوع. اليوم جامعاتنا سواء في البحرين أو المنطقة العربية، أين نقف من يعني هذه القضايا، قضايا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ويعني هذه التقنيات الحديثة على المستوى العالم؟ هل نحن الآن في يعني في درجة متوسطة؟ هل نحن في نهاية أو ذيل دول العالم؟ وصلت وصلت. أين يقف خريجونا، خريجين جامعاتنا؟ هل لديهم قدرة على الإضافة أم هم مجرد مستهلكين للتقنية التي ينتجها؟ ما جاوب ما تكلم. تمام شكرا جزيلا. عندك دكتور علي. شكرا على مداخلتك القيمة. طبعا أين نقف إحنا من التطور في الذكاء الاصطناعي؟ من؟ طبعا بكون صريح معه. واحد اثنين. بكون صريح معه. إحنا حاليا ليس فقط في البحرين بل يعني على مستوى دول العالم ما يسمى بالعالم الثالث، نحن مستخدمين لتكنولوجيا الذكاء الصناعي، لا نرقى إلى منتجين لتكنولوجيا الذكاء الصناعي. ولكن يعني هذه الإنسان ينظر دائما إلى الجانب الإيجابي، مثل ما تفضل الدكتور هناك يعني تشريعات ومشاريع حتى إحنا نواكب التطور، وإن شاء الله سوف نواكب التطور. أنا عندي ثقة يعني جيراننا في الدول الشقيقة مثل ما استعرضت في مشاريع مهمة جدا إقليمية في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات، وإحنا إن شاء الله معاهم بعد سنواكب التطور في الذكاء الاصطناعي. شكرا دكتور علي. عندك عشان الوقت بس يا جماعة ترى. الموضوع بالاختصار، ما زال هناك يعني من خلال التساؤلات مخاوف على التعامل مع الذكاء الصناعي. ممكن نقول على مستوى العلماء يعني عالم مثل ستيفن هوكنز العالم المشهور تكلم عن موضوع الذكاء الصناعي وحذر منه، وهو عالم فيزياء تكلم وتبين وتكلم انه في يعني احنا ننظر انه لازم يكون في ليميتيشن وفي حدود في التعامل دون التوسع. بناء على هذا الاساس انا شايف انه طبعا احنا متاخرين جدا على
اساس استاذ جاسم حاجي تفضل وقال انه طبعا الدول الاوروبيه صدقت في وضع التشريعات، احنا تشريعاتنا ما زالت متواضعه، لكن على الاقل لازم يكون احنا عندنا معايير اخلاقيه يتم وضعها او اطرها بمعيار محدد في مختلف المجالات، على سبيل المثال على المجال الاكاديمي والتعليمي، اذا كان الذكاء الصناعي لازم يكون محدود او محدد محدده بحيث انه لا يشجع الطلبه الداخلين في اعمال البحث والتحليل وتقديم الرسائل الماجستير والدكتوراه انهم يعتمدوا على الذكاء الصناعي بشكل كامل، وبالتالي دورهم العقلي والاستنباطي يتاخر بحيث انه يكون معتمد على ما هو جاهز. فنسال ما هي في الوضع الحالي المعايير الموضوعيه ممكن استخدامها لحماية استخدام الذكاء الصناعي بطريقة تحمي المجتمع وتحمي المصلحة العامة للفرد وللدولة. تمام. مثل ما قلت قبل شوي إنه كل التقنيات التكنولوجية لها قوانينها ومنشورة وموجودة بشكل كلها. احنا كجمعية الاساس اي تي ناقشنا هالمواضيع وسوينا عدة محاضرات وحطينا توجيهات وقوانين لاستخدام مثلا الاي اي تشات بوت اللي تفضلت فيه. في احنا لسنا متأخرين. المشاريع في شباب واني مسؤولة عن كلامي في الجامعات، شباب بحرينيين صراحة أبدعوا في استخدام الذكاء الاصطناعي. المخاطر مو في استخدام التكنولوجيا، المخاطر في الأخلاقيات استخدامها، وليست في التكنولوجيا ما تخرع ولا تخوف ولا ما تلغي البشرية. المهم في أخلاق الاستخدام، لذلك ظهر الأمن السبراني. لو كل الناس عندها أخلاقيات المطلوبة ما كان احتاجين للأمن السبراني. فبليز ليس الخلط بالموضوع، تكنولوجيا مو خطرة، تكنولوجيا ما لها مخاطر، بس يجب نحدد القوانين ونراعي أخلاقيات استخدامها فقط. أوكي. شكرا دكتورة وسام. مع نهاية آخر كلمة قالت الدكتورة وسام مسامحة، احنا طبعا نبغى نحمي القيم الأخلاقية في الأول، ايضا يبقي ترابط الاسر والعائلات او مع ابنائها، لان هذه اكيد لها تاثيرات يعني لا حدود لها. ايضا بالنسبه الى الاساءات الشخصيه والخاصه بالنسبه للشخصيات العامه، يعني احنا لما مثلا يستهدفون ممثل او شاعر او مطرب او اديب او اي انسان شخصيه عامه، واحد طلع في الذكاء الاجتماعي يقول كلام غير مسؤول مثلا، يقول كلام بذيء مثلا ما يتناسب وياه، او يجيب صوره عزكم الله عاري. من يحمي هذا الانسان؟ من يحمي هذه الشخصيه؟ خارج الاخلاق، اتركوا احنا نتعامل بالقيم الاخلاق العمليه، ان احنا نكون فعلا في مستوى الادب والاخلاق وال يعني القيم المجتمعيه والدينيه، خارجها من يحمي هذا الانسان؟ عندي لك جواب واحدة، ما علي اخر جواب من الاستاذ احمد. عندنا الجامعات مثل ما ذكر الاستاذ، الجامعات ايضا محتاجه لان توصل ايضا لتشريعات وبعض الدول، يعني خلينا نقول مجموعه الضوابط اللي تحكم تقديم البحث عن الطالب الجامعي. يعني الطالب الجامعي بيدخل بكل بساطه بيجيب لكم مثلا بحث بارز، انت كدكتور او كجامعه او كمعلم اكاديمي كيف تحكم على هذا البحث؟ شلون بتقيمه؟ الثالثه مثل ما ذكرتوا بالنسبه للجيمز او الالعاب بالنسبه للاطفال، تجينا باشكال مختلفه، وما الذي يحمي هذا المجتمع كله وقيمه وترابطه في حاله الاختراقات؟ شكرا لكم. شكرا. اوكي شوف بقول لك شغله واحده. في فهم خاطئ جدا حق الذكاء الاصطناعي. هاي اللي قلت انت، الصور المزيفه والفيديوهات المزيفه والطالب نفسه اللي يسوي بحث عن طريق تشات جي بي تي، في حين تطبيقات سووها يكشف لك ان هذه مزور
أو هذه البحث مسوي عن طريق تطبيق الذكاء الاصطناعي. ففي حلول، مثل ما الذكاء الاصطناعي يعطيك الشيء المبزين يعطيك الشيء الزين، أنت شو تختار أنت عليك أنت. فدكتور وسن تدري، دكتور جاسم يدري، دكتور علي يدري، في مثل أسابيع حق الأبحاث في شيء يسمونه AI detector. تروح تخلي البحث مالك هناك يقول لك ان هذه البحث مستوي عن طريق شات جي بي تي او مستوي عن طريق الذكاء الاصطناعي. نفس الشيء الفيديوهات، ما فيديوهات نفس الشيء تقدر تكتشف عن طريق تطبيقات انه هالفيديو ذي مزور. يا بس اسمح لي، لا تحاتي، ما يعبر علينا، ما يقدر، ما يقدر، ما يعبر. تمام، قلنا لك في تطبيقات، حتى هذه في تطبيقات تكشف انه هاي مزور، في موجوده، لا تحاتي. انا اعرف الجرائم الالكترونيه ناس يسوون هالامور ذي بهالطريقه ذي. عندك طال عمرك. أولا أشكر الأساتذة الأفاضل، صراحة المحاضرة أكثر من رائعة، لأن تناولت عدة جوانب. لدي سؤال ربما يكون مختلفا قليلا لأنه لم يتطرق إليه أحد، ولكن أهل مكة أدرى بشعبها. لم الدكتور تعرضت إلى الحديث عن الفرق بين الذكاء الصناعي التوليدي أو المولد الكلاسيكي. والتوليدي يبدو لي بأنه خاص باللغة والأدب والشعر والسرديات والفن والجماليات والاستعارات والتشبيهات والكنايات والسجائر، يعني كل هذه الأشياء الأدبية والجمالية والمجازية. ترى لدي ثلاث استفسارات بسيطة في ظل الخوارزميات. هل تستطيع أو يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يطور من اللغة؟ هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني أيضاً، ما دام هذا الأمر أصبح هاجساً، هل تستطيع من خلال الذكاء الاصطناعي نستطيع أن نكسر الرتابة أو القواعد التقعيدية التي تعاني منها بعض الموضوعات النحوية أو اللغة، على اعتبار بأن الذكاء الاصطناعي يعني يتماهى مع أشياء عدة ومن عطفات مختلفة؟ هل يا ترى نستطيع أن نبدع في ظل الذكاء الاصطناعي كما يبدع الإنسان البشري؟ هذا السؤال الثاني. والثالث، هل يا ترى الآليات والأدوات التي بين أيدينا كافية لكي نحل مثل هذه المعضلات؟ مع الشكر. شكرا جزيلا. علي دكتور علي، جاوب انت، انت تسوي جنريتف. شكرا جزيلا لهذه المداخله القيمه. طبعا احد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي هي تطبيقات توليد محتوى ادبي، فهي في البدايه احد تطبيقات الذكاء التوليدي، وتوليد كذلك المرئيات وغيره وغيره. هناك الكثير من الابحاث في كيفيه تطوير النصوص الادبيه عن طريق الذكاء الاصطناعي التوليد. يعني في بداية كلمتي قلت إن أنا بستخدم مصطلحات أجنبية، لأن هذه المصطلحات الأجنبية لم يتم ترجمتها بشكل رسمي من مجامع اللغة العربية، فهي فقط ترجمة من جوجل ترانزيت وغيره. في مشاريع في جامعات، في جامعة في الإمارات بس ناسي شنو كان اسمها، كانوا يشتغلون على مشروع ترجمة المصطلحات التي لم تترجم والجديدة إلى اللغة العربية. فهذا نوع من الذكاء، لأنه هو يختلق مصطلح جديد ويضيفه إلى اللغة ويضيفه إلى اللغة. فالإمكانيات الحالية الآن قد لا تكون كافية في الوقت الحالي إلى الإضافة للغة بشكل يعني بشكل مفيد، لكن أكيد بالتأكيد في المستقبل القريب سنرى أن هذه أحد أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، هي اللغة والأدب. تمام، شكرا جزيلا. اوكي، قبل انا اختم، انا لاحظت شغله واحده، ان عندكم خوف كبير جدا من الذكاء الاصطناعي، بيخلص الاشغال، الناس بتسوي، بيصير في تزوير في فيديوهات، بيصير في تزوير في الصور، بيصير ابحاث، الانسان بيصير ليزي، وتش هاي خطا، هاي الفكره خاطئه جدا جدا. بترجعون انتم على ايام اول قبل الاف السنين، الانسان كان يعتمد على الزراعه والصناعه، سوري على الزراعه والصيد. تمام، شنو هي الثوره الصناعيه الاولى في القرن السابع عشر؟ شنو صار؟ الاشغال ما قلت، اشغال زادت. في القرن الثامن عشر جت الثوره الصناعيه الثانيه، صار في البيج برودكشن، ماس برودكشن، سيارات قاعده تستوي في مصانع. قلت الاشغال؟ ما قلت، اشغال زادت والناس استفادت اكثر. في الثوره الصناعيه الثالثه جت الانترنت والحاسوب والكمبيوتر، ايش صار؟
الحياة صارت أسهل وأشغال زادت. الحين تشينا الثورة الصناعية الرابعة، الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، الانترنت اوف ثينجز، وذي أشغال قلت ما قلت. الفرق الوحيد ان اللي كانوا عايشين في ذاك الزمن ما واكبوا نفسهم مع التغيير او كانوا كبار، بس اللي استفادوا الاجيال الجاية، فاللي بيستفيدون من الذكاء الاصطناعي، من الثورة الصناعية، عيالنا وعيالكم. هاي ركزوا عليها، علموهم كيف يقدرون يستفيدون من الذكاء الاصطناعي، كيف يقدرون يستفيدون من البلوك تشين، كيف يقدرون يستفيدون من التقنيات الجديدة هذه، علموهم. حتى يبي يدرس طب، خليه يدرس طب مع التكنولوجيا. يبي يدرس محاماة، يبي يدرس هندسة، خليه يدرس الفي آر، يدرس شلون يسوي الهندسة مالته وذي على كمبيوتر بدل ما يسوي على ورق. الفكرة الأساسية أنت عندك إياها، انت كوالد او كاخو كبير او كمنتر، تعلمون الاجيال اللي جايه كيف يستفيدون من التطبيقات هذه عشان هم اللي يواصلون الدرب مع الاجيال اللي بعديها. عموما الحين احنا قبل ان نختم في خبر هني، يسر مركز عبد الرحمن كانو الثقافي بالتعاون مع مؤسسة الوان الشرق الفنيه دعوتكم لحضور الفعاليه القادمه غدا الاربعاء 24 ابريل، ندوه بعنوان سلام من تونس الخضراء، تقدمها الشاعرة فاطمة محسن والفنان سامي الفقي والفنان الرابعي ويدير الحوار الفنان مهدي الجلاوي. وفي الختام ندعو الأمين العام لمركز عبد الرحمن كانو الثقافي دكتورة معصومة المطاوعة لتكريم المتحدثين على المنصة، كما ندعو من يرغب من الجمهور أخذ الصورة الذكورية مع المتحدثين تفضل أسفل المنصة بعد الانتهاء من التكريم. شكرا جزيلا، مشكورين.